إحنا دولة مو جايكم من الشارع بالصراخ والتهديد وكلمات مشحونة بالغضب. لجنة مبعوثة من سلطة الطيران المدني واجهت الشركة الأجنبية المسؤولة عن حماية مطار بغداد بشراسة بعد أن منعتهم من الدخول، ومن هنا بدأت المشاحنة. مشادة كلامية وتدافع بالأيدي للجنة سلطة الطيران المدني التي لم تتقبل رفض الشركة الأجنبية الأمنية المسؤولة عن حماية مطار بغداد والإذن لها بالدخول من هذا الطريق وبهذه الطريقة. فما الذي حصل بعدها؟ لنتابع. ما جايكم نسارع؟ هاي وانا اخوانا اللجنة، يلا تفضل. هاي everybody slide for the camera. يلا اخوانا اللجنة، يلا يلا اخوان، يلا صديق، يلا علاو، يلا انسايد. لا 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 وخر هيك، لا 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 وخر هيك، لا 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 دولة احنا جايكم، دولة احنا جايكم، سلطة طيران، توقيع مدير عام، سلطة طيران احنا، توقيع، اكو كتب رسمية، ما جايكم للشارع. 1 2 3 وي سباي. وخر هيك، وخر هيك، يلا شباب، يلا علوي، يلا فر، وخر هيك، وخر، وخر، يلا، وخر، وخر، يلا، يلا وخر. وقف سلطة الطيران، وقف وقف صورني، احنا سلطة الطيران، وقف 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 اريد رجال بيكم يمشي تقدر واحد يلا احنا دولة عيب دولة احنا ما جايكم من الشارع دولة احنا سلطة الطيران ما جايكم من الشارع جايكم كتب رسمية باشر وين علاوي أريد رجالي مديدة على واحد، إحنا دولة وماك واحد يمنعنا. إذن بالقوة والتهديد باسم الدولة وبالكتاب الرسمي الذي استندت عليه اللجنة استطاعت فعلا الدخول رغما عن موظفي الشركة الأمنية الأجنبية كما شاهدنا. وما لفت انتباه العراقيين الطريقة التي تعاملت بها سلطة الطيران المدني أو ممثليها مع الأجانب، إضافة إلى تصرف عضو اللجنة العراقي بدفع وشد قميص الموظف في حماية المطار بعد أن علم أنه عراقي ويعمل في الشركة الأمنية الإنجليزية. ردود أفعال كثيرة والتعليقات وكومنتات كانت على ضوء ما حصل من خلاف ما بين ممثل سلطة الطيران المدني والشركة الأمنية الإنجليزية. هناك تعليقات كثيرة، نبدأ مع أريج عبد الماجد. تقول أريج: مهزلة، ليش نجيب شركة أجنبية تحمي المطار العراقي والتالي نطلع سباعيتنا بس على ابن البلد ويصيح أنت عراقي؟ ليش ما مبين عندك عراقي أخوك وابن بلدك؟ ليش تدفع بي وتجر ملابس لو عود؟ شوفوني ترى أني سبع، مو بس صوت وسمين، لا أني أخوف. تعليق من علي يقول: علي محمد، الحكومة تبرم عقود أمنية مع شركات أمنية بريطانية وأمريكية بملايين الدولارات والعراق بأكثر من مليون عنصر أمني. تعليق من عبير تقول في تعليقها: عبير هادي، ما طول أنتوا دولة، ليش الأجانب مسؤولين عن حماية المطار؟ بعدين جاي هدادة، مو المفروض أكو تنسيق؟ وبعدين ليش تدرون شركات أجنبية لأن ما عندكم ثقة بالشعب في كل الدول؟ ممنوع الأجنبي يعمل في المطارات لأنها منطقة حساسة، إلا في العراق الوضع مختلف. رضوان كاظم يقول في تعليقه: تنفيذ القانون مو هيجي صديقي، خلي القوة العسكرية تتفاوض ويا الإدارة لحد ما توصل لنتيجة، وانت تمشي بكل هدوء حتى يحترموك. هاي إذا ما ضربوك انت
وعلاوي جوه.